طيب دلوقتي معاد فقره ترند العالمي واخر الامور اللي بتحدث على الساحه العالميه، وبالتحديد نبتدي بالبي بي سي سبورت على تويتر، وبيتكلموا عن تصريحات لكيفن دي بروين طبعا نجم مانشستر سيتي ونجم منتخب بلجيكا، وبيتكلم على ان بيقول يعني ان لازم المنتخب الانجليزي يتصدر مجموعته في تصفيات كاس العالم والدوري الاوروبي، وانا يعني بيركز في الجزئيه دي على مدى قوه المنتخب الانجليزي. والمنتخب الانجليزي كان ظهر في كاس العالم الاخيره 2018 بشكل جيد، وكمان عنده بعض اللاعبين البروميسنج بشكل كبير جدا اللي موجودين، ابرزهم طبعا كيلفرت لوين نجم ايفرتون واللي بيتالق، بخلاف طبعا رحيم ستيرلينج، سانشو طبعا نجم دورتموند، عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين في صفوف منتخب انجلترا. فبالتالي من هنا جايه التنبؤات بتصدر منتخب انجلترا مجموعته في تصفيات كاس العالم، وده طبقا للي قاله كمان كيفن دي بروين نجم منتخب البلجيكي واحد ابرز اللاعبين طبعا على مستوى العالم تحديدا في خط وسط مانشستر سيتي. طيب خلينا نروح لماركوس راشفورد لاعب منتخب انجلترا، واللي نشر صوره ليه في تدريبات المنتخب استعدادا لمباراه بلجيكا والمقرر اقامتها مساء اليوم، فبالتالي هتبقى مباراه قويه جدا ما بين المنتخبين، واثنين مصنفين طبعا على المستوى العالمي بشكل كبير بيضموا عدد من اللاعبين والعناصر المميزه. منتخب بلجيكا في الحقيقه عنده نجوم كتير قوي ما شاء الله، يعني لعيبه كلها تقيله ترجح كفتهم في اي وقت من المباراه، فمباراه النهارده هتبقى ممتعه. مش عارف المباراه الساعه كام في الحقيقه، لكن في كل الاحوال الاهم بالنسبه لنا مباراه الاهلي وبيراميدز ايا كانت مدى اهميه هذه المباراه اللي اكيد بتضم نجوم كبار جدا على مستوى العالم. طيب خلينا نروح لحساب بليتشر فوتبول على تويتر، واللي نشر صوره لاشلي يونغ طبعا نجم مانشستر يونايتد السابق وانتر ميلان الحالي، واللي اعلنوا عن اصابته انتر تحديدا هم اللي اعلنوا عن اصابته بفيروس كورونا، نتمنى له الشفاء، وهو احد العناصر المهمه في تشكيله كونتي المدير الفني الايطالي لانتر، فبالتالي لعيب جوكر كمان في الملعب، بيقدر يلعب باك رايت باك ليفت نص ملعب كمان في خط الوسط بيبقى مميز جدا، فبالتالي اصابه ان شاء الله يعود منها سريعا. طب خلينا نروح لحساب المنتخب الالماني او الاتحاد الالماني لكره القدم على تويتر، واللي نشر تصريحات هواكيم لوف المدير الفني الالماني واللي بقاله فتره طويله جدا مع منتخب المانيا واللي قدر انه يحقق كاس العالم 2014. فبعد مباراه الامس اللي فازوا فيها على اوكرانيا بنتيجه 2-1، قال من الواضح انني سعيد لاننا حققنا الفوز، كان بامكاننا ان نجعل النتيجه اكبر بكثير. منتخب اوكرانيا بالمناسبه المنتخبات الكويسه، شيفشينكو طبعا مدير فني ونجم نجوم ميلان السابق عامل منتخب كويس، لكن منافسة اكيد قويه ما بينهم، وقدر المنتخب الالماني بخبراته انه يفوز بنتيجه 2-1 امبارح. طيب اخر خبر معانا في الترند العالمي هو بيتعلق بتصريحات لويس انريكي المدير الفني لمنتخب اسبانيا بعد الفوز بالامس على سويسرا بهدف للا شيء، قال لم يكن خطاهم ده بالنسبه للهدف، بل نجحنا من خلال الضغط بتاعنا ان احنا نفوز فوز رائع، اتذكر فرصه وحيده لسويسرا، وهنا بينوه على مدى قوه المنتخب الاسباني وان سويسرا ما قدروش ان هم يعملوا هجمات كثيره، هي هجمه واحده على مرمى المنتخب الاسباني، وكان بمقدورنا كمان ان احنا ننهي المباراه بعدد وافر من الاهداف في مناسبات عديده جدا. ده كان من خلال تصريحات لويس انريكي نجم نجوم برشلونه وريال مدريد السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب الاسباني. طيب ده كان الترند العالمي، لسه عندنا المشاركات بتاعت حضراتكم وتوقعاتكم لمباراه اليوم ما بين الاهلي وبيراميدز. خلينا نبتدي بوليد، قال ايه؟ قال ان شاء الله فوز الاهلي 2-1، سليمان قال 2-2 تعادل ايجابي، روجو قالت 2-0 للنادي الاهلي، هنشوف برضو بعض التوقعات الاخرى، ابو مازن قال 2-0 لنادي القرن باذن الله، احمد الصفتي قال 2-0 للاهلي، عابد قال 2-1 للاهلي. في كل الاحوال ان شاء الله نتمنى
زي ما احنا شفنا كده اغلب التوقعات في صالح النادي الاهلي، وده طبيعي بسبب التاريخ الكبير اللي بيتمتع به النادي الاهلي والخبرات الكبيره، رغم طبعا قوه فريق بيراميدز ده امر مؤكد وعنده عناصر مميزه، لكن باذن الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي يقدر يفوز النهارده ويضيف لفريقه ثلاث نقاط اخرى يوصل نقطه رقم 88 ومن ثم يقدر يحطم بعض الارقام القياسيه. دي كانت حلقتنا النهارده في الترند، بكره حلقه مهمه وتغطيه ل مباراة الأهلي وبيراميدز ونتيجة هذه المباراة، وبإذن الله نفرح كلنا بفوز الأهلي النهاردة ونبارك لبعض في حلقة بكرة من الترند. استنونا، إلى اللقاء.